المدعو محمد الهاشمي يتعدى على الكويت من خلال دكانه. أقول له ولكل المرتزقة ومن يمولهم، الكويت بلد الإنسانية والقانون وأميرها قائد العمل الإنساني بالعالم. في الكويت هي التي داست على كل من أساء لها وربت كل من تعرض لها. أنت وأمثالك ومن يمولك يا الهاشمي، فأنت ومن يمولك لا قيمة لكم عندنا. أنتم صغار، أنت ودكانك الإعلامي، أنت وأسيادك الذين لا يملكون حتى قرارهم. فإذا أردت تبرعا لحصالتك الإعلامية فأبلغني حتى نتبرع لك. فاسمع، الكويت عظيمة بشأنه وصبرها على من هم على شاكلتك. أعلم أن الكويت سند للمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والأشقاء، نتعاون معهم للحفاظ على الأمة وليس لخيانة الأمة. أقول لكل إعلامي واطي ومرتزق ومن يتعدى على الكويت، الكويت ستربيه.